أعزائي مشاهدين أهل مصر في كل مكان، رجعنا لكم تاني من محافظة الفيوم، والنهاردة حاجة جديدة. وجديد هو إيه؟ أشهر معلمة جزارة في محافظة الفيوم، المعلمة أم محمود، اتعلمت الصنعة من جوزها من أكتر من 30 سنة، وقفت معاه وتعلمت إزاي تذبح وإزاي تسلق وإزاي تشفي اللحمة، بقت مشهورة في المنطقة بأشهر معلمة، معروف لحمتها بتجيب العجول بتتذبح وتشفيها على ايديها، وليها زباين من كل احياء محافظة الفيوم بسبب معاملتها الطيبة، بسبب حسن القطع اللي هي بتقطعها. وهتعرفنا دلوقتي المعلمة ام محمود اشهر جزارة بمحافظة الفيوم، وطبعا احنا مش هنقدر نجيب موضوع السكاكين لانها بتبقى برضو مخالفة معايير، فاحنا هنتكلم معاها وهنعرف برضو اسعار اللحمة الطرية من اللحمة الحرشة، ايه اسباب فرق الاسعار في بعض اللحوم. وطبعا زي ما انتم شايفين اللحوم هي حاليا لسه هما معلقينا ومسلخينها. ماشي يا حطوا هنا كده. الأول عرف المشاهدين وحضرتك. انا ام محمود، قسمني الجيزة، بس قعدت هنا في الفيوم من 36 سنة وتعلمت الجزارة وفتحت محل واتنين وقفت فيه انا وولادي ومحل انا لوحدي، والحمد لله من اول ما فتحت لحد النهاردة وانا ليه زبوني ونكهة. يعني انت بنت محافظة الجيزة بس اتجوزتي وعشتي في الفيوم؟ في الفيوم. اتعلمت الصنعة منين؟ 85. اتعلمت الصنعة من جوزي، جوزي العلماني. هو العلماني؟ ايوه. عشان تقفي جنبه وتساعديه. انا حبيت كمان المهنة وعشان نقف مع بعض. 15 ايوه. حبيت المهنة. هو ايوه. وبدأت كده هي بدأتي أول حاجة ذبحتها. أول حاجة ذبحتها. أول حاجة ذبحتها كان خروف. كان خروف ذبحته في شبرا. ذبحته وسلخته، وكان في عيد. طلعت في العيد واشتغلت في العيد زي الناس اللي بتدور كده. بتذبح للناس. أيوه بتذبح للناس، مش بتكسف على فكرة. لأن بالشغل بالذات بحبه قوي. بشتغل بحب شغلي. والمهنة دي بالذات بحبها عن اي مهنة تانية، هي صعبة جدا بس بحبها. هي مهنة مش عضلات، انت اثبتي ان مهنة الجزارة مش مهنة عضلات. لا، ان مفيش حاجة تعلى على اي ست.